البنوك والجيش في مهمة المناطق العشوائية. فقد وقع اتحاد بنوك مصر بروتوكولي تعاون مع إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظتي القاهرة والجيزة، بهدف تطوير البنية التحتية والدفع بالتنمية البشرية في منطقتي حلوان والبدرشين ومنشية القناطر بالجيزة. وقال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر إن هذه تجربة مميزة في السياق العالمي، حيث يجتمع القطاع المصرفي بأكمله لمواجهة ملف العشوائيات، ليس فقط بالدعم المالي ولكن أيضا بتوفير الكوادر البشرية والمنهج المتوازن للتنمية، وذلك إيمانا بأن تطوير العشوائيات هو مفتاح تفعيل التنمية المستدامة بمصر. بنوقع المرحلة الثانية لبروتوكول تطوير المناطق العشوائية في حلوان ما بين محافظة القاهرة واتحاد بنوك مصر وإدارة الأشغال العسكرية. دي المرحلة الثانية، المرحلة الأولى كانت وقعت في فبراير 2014 وكان قيمتها 1150 مليون جنيه، وتم من خلالها تنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه شرب وإنارة طرق ورصف شوارع، وكان الحقيقة مردودها إيجابي جدا ونفذت بشكل جيد جدا بواسطة إدارة الأشغال العسكرية. النهاردة بنوقع المرحلة الثانية بقيمة 100 مليون جنيه برضو من اتحاد بنوك مصر، وهينفذ أيضا بواسطة إدارة الأشغال العسكرية في منطقة حلوان.